السلام عليكم، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم عند المطبخ الجزائري. ان شاء الله كاع تكونوا غايا، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. وصفه اليوم وصفه محبوبه عند الجزائريين وبزاف سهله اقتصاديه بنينه تكفي كاع افراد العائله، اللي هي بيتزا كاري بطريقتي الشخصيه. طريقه بزاف شابه تجي مقرمشه وطريه في نفس الوقت مع واحد الصلصه بزاف شابه وبنينه تهبل. ما عليك غير ديري جامل الفيديو وما تراطيش باسكو فريمون غادي تسحقيها كيما تلقي ما ديري العشاء. نبدأ في العجينة على بركة الله. نسحق كاس حليب يكون دافي، الكاس اللي بغيتي تخدمي به خدمي به. أنا الصينية الكبيرة تاع الكويزينيير درت فيها الكاس تاع 220 مليلتر. مغرف كبيرة خميرة فورية اللي هي خميرة العجين، ونزيد مغرف كبيرة تاع سكر هكا باش الخميرة تتفاعل غاية في هذاك الحليب الدافي مع السكر. نخلطها، نخليها واحد الخمس دقائق هكا تتفاعل لي مليح وتخرج كاع الهواء اللي فيها. وانا بعد ما خليتها غير واحد الخمس دقائق هكا عاود نجيب نفس الكاس، نديرو كاس تاع ماء دافي، يعني نديرو كاس حليب وكاس ماء. الا ما عندكش الحليب تنجمي كاع ما ديريش الحليب، ديري غير الماء. خلطتهم هايا، زدت ربع كاس زيت، تبعي غايه المهم هي داك الكاس غير هو كملي به ربع كاس تاع زيت. ونخلط ثاني غير بالمغرف هكا، نخلط مليح مليح. دروك غادي نبدا نزيد في الفارينه، نحطو الفارينه بالتدريج ونبقاو نلمو نجمعو. زدت معها مغرف صغيره معمره تاع ملح، ونبدا نعجن في العجينه تاعي ونشوف كي تخصني الفارينه نزيد شويه. المهم انت ما تكثريش الفارينه باش ما تنشفلكش وتغلبك. شوفي ندير ونلم هاد العجينه، غير ديريها باسكو بزاف مليحه للبيتزا كاري، بيتزا فطائر، لي سوفلي، كاع لي ساندويتش اللي تبغي ديرهم في الفوق، غير تعملي هاد العجينه وغمضي عينك. شوفوا هنا كي لميتها هكا رجعت ملومه وملسه. دروك نزيد لها مغرف كبيره تاع زبده تكون طريه. هاد الدهن راه طري ماشي بارد، ما كانش في الفريجيدار وماشي ذايب، يعني ما ذوبتهاش فوق النار، المهم تكون طريه. وغادي نعجنها هايا وندخلها مليح مليح في هذيك العجينه، غادي تعطيني قوام شباب للعجينه وتجيني شابه حتى في الماكله تاعها. شوفوا كيفاش ولات. دروك غادي نغطيها باش تختامر، نسحق العجينه مختامره مليح وطالعه. غطيها هكا بكيس بلاستيكي، نزيد لها سربيته خليها على جهه. دروك نوجدوا لاصوص، لاصوص هي الصح في هذه الوصفه. عندي هنا حوالي رطل طوماطيس، انتيا هنايا على حساب شحال باغي تخدمي. درت طوماطيس مع خمس سنينات ثوم. الطوماطيس غسلتها غايه وخليت لها لابو تاعها، القشره خلوها. زدت معاها نص كاس تاع ماء، مغرف كبيره معمره مليح، طوماطيس القوطي. وغادي نطحن كلشي مع بعض باش هذيك الطوماطيس الحب والقوطي يتخلطوا مع هذاك الماء. خلط صغايه حتى رحيتها، رحيت هذيك الطوماطيس كاع باش طيب لي ليس في المقله تاعي. دروك غادي نديرها في المقله اللي فيها شويه تاع زيت. تبغوا ديروا زيت نورمال ولا زيت زيتون، ماذا بيكم ديروا زيت زيتون يعطيها بنه بقراف بنينه. درت شويه تاع ملح، هنا درت شويه تاع ريحان، الريحان يمد بنه شابه لاصوص تاع البيتزا. ودرت شويه تاع حرور، فلفل كحل، شويه كركم، كركم مليح صحيا وتاني كيعطيك لون الشباب. نعرفوا بلي الكركم مضاد للالتهاب، يعني اونتي انفلاماتوار. درت مغرف كبيره معمره مليح معدنوس، مقطع رقيق هذاك المعدنوس، وخلط نغطي عليها ونخليها. الى عندك الرند ديري ورقه رند. نخليها حتى تطيب غايه هذيك الطوماطيس، نطفي عليها ونخليها تبرد. في هذا الوقت العجينه تاعي شوفي خمرت، جات روعه. شوفي العجينه تهبل، ديغازيتها وخرجت لها كاع هذاك الهواء اللي كان فيها. ودروك غادي ديريكت نخدمها. في هذا الوقت انت تكوني شعلتي الفور تاعك يسخن. شوفي قلعت شويه باش ندير الصينيه صغيره، دارت لي زوج قلت لكم، واحده كبيره تاع الكويزينيير تاع الفور تاعي وواحده صغير. هنا رشيت فرينه وحليت هذيك العجينه كاع. شوفوا السمك كيفاش يكون، هنا ما ترقيهاش تجيك قاصحه ويابسه، وما تغلضيهاش تجيك الخبزه. رفدتها هكا ونجيب هذاك السني اللي فرشت فيه رشيت عليه شويه فرينه، نحط هذيك العجينه ونحاول بيدي نوصلها كاع للاطراف. شوفي هكا وصليها كاع في القنوطه هكا تاع داك السني. المهم ماذا بيك ما تخليهاش رقيقه، غادي تيبس لك وتقصح تجيك البيتزا تاعك يابسه. ولا كان عندك زوائد هكا في الاطراف قطعيهم،
قلعيهم بالخدمي ولا هكا كيما انا قلعتهم، وحطيهم مع العجينه اللي راها باقيه، وديري صينيه واحده اخرى، ديلك لك زوج تاع الصينيات كيما هكا، ولا واحد كبير وواحد صغير. هذا الكاس تاع 220 مل، شتو شحال هذه الكميه؟ تبغي تصغري الكاس صغري، ديري تاع ليموناد هذاك الصغير تاع 200 مل، يدي لك وحده. من بعد تقطها، تقبيها بالفرشيطه ولا تقطها باش ما تتغونفلاليش وتطلع. وجبت هذيك لاصوص اللي طيبتها، شوفوا نشفت غايه، ونحط لاصوص. كتري لاصوص، هي تبغي لاصوص بزاف، كتري. انا لاصوص هي واجده مليحه، دوقي غير الملح، الا كان خاصك زيدي. ونوصلها كاع الاطراف. هذا النوع من البيتزا، بيتزا جزائريه بزاف بنينه واقتصاديه. المره كي ما تكون لاقيه ما دير، ديرها باسكو اقتصاديه وما تديش الجهد وما تتعبش. وثاني تحطيها ضربه واحده في السنيه وتقطعيها وتعطيهم ياكلوا، ما تحتاجش وقفه بزاف فوق في الكوزينه عند البوطاجي. ديري سني كبير وقطعي لهم مع الجو، راكي كملتي. كيف فرشت هنا الطوماطيس، هادو اختياريين صوالح، هادو زياده، هي غير طوماطيس بزاف عليها. درت فلفله خضراء هكا باش تعطيني الوان، وزدت زيتون خضراء مقطع، تنجمي ديري زيتون كحل. شوفي اي حاجه تضيفيها من فوق اختياريه، عندك غير لاصوص بزاف عليك. تبغي ديري لاصوص وحدها ديري، وتبغي تزيدي هكا شي صوالح من فوق زيدي، اللي كان عندك في الفريجيدار هكا باقي لك ولا قطعيه وحطيه من فوق. ومن بعد غادي ندير الفرماج، كاين اللي يدير فيها الفرماج، كاين اللي ما يديرش فيها. بصح كي ندير الفرماج دي بنينه خير، خير من هكا لاصوص ولاباط وحدها. نديرو الفرماج اللي كان عندك، حتى لو كان ديري تاع المثلثات وتقطعيه، المهم اللي عندك. بعد اللي كملتها هكا، ندخلها في الفرن اللي يكون ساخن، يليق الفرن يكون حامي بزاف. دخليها طيب، شعلي عليها من تحت، وغادي هذاك الفرماج يدوب لك وحده، ما تشعليش كاع من الفوق كيما نطيبو البيتزا العاديه. كي طيب لك من تحت سيبو، طفي عليها. شوفي انا هنايا دخلتها في الفوق، درتها في الرف الوسطاني هنا باش نوريكم اللي راها في الوسط، وشعلت عليها غير من تحت. وشوفوا داب غايه داك الفرماج، وخرجتها جات. يا سلام شوفوا ريحه تهبل في الكوزينه البنه، ما نحكي لكمش. والطراوه شوفوا طريه ومقرمشه في نفس الوقت، ما تصدقونيش شحال شابه. غير ديريها العشاء، سيترونية متاع الاختبارات، وركي لها هي مع ولادك تقري فيهم، وكاع ديري هادي وروحي لهي معاهم. رشيت شويه مع عدنوس هكا. تبغي ديري زيتون كحال ديري، شوفي جات تبل، شهيتكم بالجنه ان شاء الله. نخليكم وصفه اخرى باذن الله حبيباتي. سلام.